لو عندك زغلول كبير زغلول صغير، زغلول بيفقس قبل اخوه بيوم او باتنين زي ما شايفين في البيضة دي كده، او في الزغليل دي زغلول كبير وزغلول صغير بالمنظر ده او زي ده، ده اكبر من ده، ده فائس قبل ده بيوم او باتنين. يبقى تعالى على طول نشوف الفيديو ده، معانا الحل، معانا مش حل واحد، معانا اكتر من 3 حلول. طيب تعالى على طول نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ على طول موضوع فيديو النهاردة، وهو زغلول كبير وزغلول صغير، المشكلة اللي بتقابل معظم مربين الحمام. طبعا الناس القدام عارفين الفكرة اللي انا هعملها دي، هي مش حاجة واحدة، هو في 3 حلول او 4 كمان. الحل الاول حاجة بسيطة جدا، بس المهم محتاجة من حضرتك تركيز ومتابعة. يعني بمعنى ايه؟ فلنفترض هنشيل كده ونمثل موضوع، نجيب بيضة جديدة. النهاردة الجمعة، نفترض ان الحمامة باضت البيضة دي النهاردة الجمعة، تمام؟ او الحصوية دي زي ما بيقولوا. هنعمل ايه في الحصوة الاولانية؟ الحصوة الاولانية علشان البيض يفقس مع بعضه وتتجنب مشكلة الزغلول الكبير وزغلول صغير، او ان الزغلول بيفقس قبل الزغلول بيوم او باتنين، يبقى هتعمل ايه؟ هتشيل البيضة الاولى دي معايا، هو العلبة دي انا جايب علبة ايه مثلا، وحط فيها كيس قطن، حط فيها البيضة او الحصوية الاولانية، تمام؟ هعينها كده في مكان امن واقفل عليها او بعدها بعيد في مكان امن عن الحمام على ما تبيض البيضة التانية. طيب النهاردة الجمعة، خلاص شلنا البيضة، مش هنسيبها كده، هنحط لها البيضة البلاستيك دي. دي بيضة بلاستيك انا معلمها بعلامة، وكمان عليها الماركة بتاعتها اهو، كمان عشان تعرف ان دي بيضة بلاستيك، تمام؟ يبقى هنسيب لها البيضة دي. ليه بنسيب لها البيضة؟ علشان الحمامة تبيض البيضة التانية عليها. طيب النهاردة الجمعة خلاص زي ما اتفقنا، الحمامة مش بتبيض تاني يوم، مش هتبيض يوم السبت، غالبا هتبيض يوم الحد، ونادرا لو قعدت ممكن تقعد يوم الاثنين كمان على بال ما تبيض البيضة التانية، ده نادرا يعني. يبقى بتفوت يوم وتبيض تاني يوم. طيب طلعت تاني يوم لقيتها باضت البيضة التانية، يبقى زي ما قلنا طلعنا تاني يوم لأنها باضت البيضة التانية، يبقى هنشيل البيضة البلاستيك، نشيل البيضة البلاستيك، هنحط لها، نجيب البيضة اللي احنا عينينها في العلبة. اول يوم على طول تاخد بالك ان البيضة التانية اتباضت، لازم تكون متابع، ما تستناش لما البيضة التانية تسخن ولا البيضة الاولى تسخن، اول ما البيضة الاولى تتباض تشيلها، ولو البيضة التانية على طول تروح مرجع لها البيضة الاساسية بتاعتها. ليه عملنا كده؟ علشان كأن كده البطين متباضين في وقت واحد، كأنهم لسه متباضين في الوقت اهوت، بس فالاتنين يسخنوا مع بعض ويدفوا مع بعض ويتحضنوا مع بعض، يفقسهم في يوم واحد. طب كده الحل الاول. طيب واحد هيقول لي ان هو عنده بيفقسهم مع بعض، هقول لحضرتك ليه. هما بيفقسهم مع بعض لان الحمام مش كله بيدفي البيضة الاولانية، في حمام بيدفي البيضة الاولى، وفي حمام بيستنى لغاية اما يبيض البيضة التانية وبعدين يدفي البيضتين مع بعض، ده الحمام اللي هو فاهم الوضع تمام. لكن في حمام برضه بيدفي البيضة الاولى عادي، وده كتير جدا بيحصل، بيدفي البيضة الاولى وبتفقس قبل البيضة التانية بيوم او باتنين، وساعات ب3 ايام زي ما قلنا حسب ما هي متباضة. ده الحل الاول. طيب ده الحل الاول، هنشوف الحل التاني. طب الحل التاني هنشوفه نعمل ايه؟ موضوع التبديل يا جماعة. انت عندك اكتر من قص فاقسين بيضهم في وقت واحد، في ده في زغلول كبير وده في زغلول صغير. طبعا ممكن تحصل بسبب ان زغلول برضو بياكل غير الزغلول التاني. طيب هتعمل ايه في الحالة دي؟ هنبدل. شوف حضرتك ده قد ايه وده قد ايه اهو. هنعمل ايه؟ هنشيل الزغلول الصغير من هنا نجيبه هنا، ونرجع الزغلول الكبير مع الكبير
والصغير مع الصغير ده حل تاني. تمام كده، يبقى كده الزغلولين الصغيرين مع بعض والزغلولين الكبار مع بعض. طيب لو ده فائس قبل ده بيوم، القص ده فائس قبل القص ده بيوم، الافضل ان انت تجيب الزغلولين الصغيرين مع اللي هو فائس متأخر. اللي فائس متأخر ليه؟ علشان اللي فائس متأخر لسه هيدي اللبا من اول يوم. يعني لو ده فائس النهارده حط الاثنين الصغيرين له النهارده، ولو ده فائس امبارح والزغلول ده بتاعه اكبر نديله الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير اللي هو فائس بدري شويه. تمام، يبقى ده الحل الثاني. الحل الثالث بقى حضرتك ما عندكش حل للتبديل وخلاص حصل اللي حصل، انت ما عملتش من البدايه، ما حطيتش، ما شلتش البيضه، ما عملتش البيضه البلاستيك. على فكره البيضه البلاستيك ممكن تحط بدلها بيضه فارغه، يعني ما فيش حجه يعني تقول لي ما فيش بيضه بلاستيك، لا حط بيضه فاضيه مكانها، بس علمها عشان تشيلها تاني، علمها بقلم زي ما انا معلم كده البيضه دي كانها بيضه فارغه بالقلم كده عشان تشيلها بعد البيضه ما تتباض، البيضه الاولى والبيضه الثانيه تقوم شايلها. طيب الحل الثالث اللي هو مفيش، قلنا مفيش متاح عندك تبديل، مفيش زغليل ثانيه، مفيش غير هو جوز زغليل واحد وفي زغلول كبير وزغلول صغير، هتعمل ايه؟ الحل الثالث زي ما قلنا مفيش غير كده عند حضرتك، يبقى هتستخدم اي ميكس تأكيل يدوي، او مفيش ميكس بكيس حليب. هنقول لك ازاي، كيس حليب زي ده هنحط معلقة من الموجود على في كوباية زي كده، وانا طبعا معايا الميكس اهو، نستخدم عليه ماء دافي، نفتح الميكس بتاعنا علشان هنعمل الزغلول الضعيف. طبعا كلكم عارفين انا بعمله ازاي، اهو نحضر بالطريقة دي ومعانا المية الدافية. طبعا المية الدافية مهم جدا، المية الدافية يا جماعة واحنا في فصل الشتاء ده للزغلول، عشان الزغلول يستفاد من الاكل، لان لو الزغلول برد واكلته تأكيل بارد طبعا هيأثر عليه ومش هينمو، بدل ما ينمو ويكبر هيصغر معاك، مش هيجرمز كده زي ما بيقولوا، يجرمز من البرد اللي هو في المية. تمام، تجس التأكيل اليدوي ده ممكن تعمله كده زي ما بيجسوا من الرضعة على ايدك كده. تمام، ولو انت متاح عندك ترمومتر زي كده، ترمومتر طبي ممكن تقيس درجة حرارة الميكس، ان هي تكون لو في ترمومتر تخلي درجة الحرارة توصل لسبعة وتلاتين، بس ما تتعداش 37، لو اقل شوية ما فيش مشكلة، لكن ما تعديش 37. طبعا عشان ما ضيعش وقت حضراتكم باي طريقة، يعني المهم تجسها ما تكونش سخنة قوي على الزغليل. طيب نقلبها جيدا حتى تكون ايه، متجانسة كده. تمام، انا بقلبها اهو، واحسن حاجة يا جماعة لتأكيل الزغلول اللي هو لسه فائس او من عمر يوم اللي هو المبسم السيليكون ده، شوف طار ازاي، ده اللي بيستفاد منه جدا الزغلول وما يجرحوش، واللي ما يعرفش ياكل بيعرف بالمبسم السيليكون ده. بيتباع فين؟ بيتباع عند اللي بيبيعوا الميكس بتاع الحمام ده بالشكل ده، هو ده. تمام، في برضه بديل احنا عاملينه حته خرطوم كده، لكن ده ناشف شويه، الافضل منه اللي هو المبسم السيليكون ده. وفي طبعا زغاطه زي دي برضه بتنفع في تاكيل الزغاليل اهو، سرنجه زي دي ومعها السن المعوج ده، وفي حاجات كتير يعني، او ممكن باستخدام سرنجه اكبر او اصغر برضه مبسم السيليكون اهو، هي ده المبسم السيليكون يا جماعه، شيلناه اهو، وده بيركب في اي سرنجة بيكون فيها السن كده. تمام، طيب هنسحب ونأكل اول زغلول معانا ونوريك ازاي. ده لو مفيش عند حضرتك بديل، يبقى هو ده البديل اللي هنعمله مع سحبنا هوت شوية ميكس، هنيجي للزغلول الضعيف هنساعده اول يوم علشان يلحق باخوه اللي اكبر منه، ده طبعا
لو ما مش متاح عند حضرتك تبديل، لو ما فيش زغليل تانية تبدل معها، لكن طبعا تصغيط الاهل احسن. وطبعا انت بتعملهم كده وترجعهم، لان السؤال ده بتسأله كتير، ترجعهم تاني تحت الاهالي عشان اهاليهم تدفيهم. ما شاء الله اكل، تحس ان هو بقى كبير ازاي، تحس ان هو كبر زي اخوه. وطبعا هنرجع الزغليل لاهاليها علشان تدفيها. وفي الحل كمان اللي هو يعتبر حل او مش حل، هنقول لك تعمل ازاي. الحل الرابع، انت شايف الطاجن بتطلع تلاقي الطاجن بالوضع ده، زغلول هنا وزغلول هنا، بتلاقي دايما غالبا هتلاقي لو الحمامة الام او الاب نايم وشه ناحيتك كده، بيبقى وشه للخارج كده بناحيتي ناحية الكاميرا كده وانا بصور، هتلاقي الزغلول الكبير هو اللي ناحية دي. تمام، كل ما عليك انك انت تقوم لافف الطاجن كده، تخلي الزغلول الصغير هو اللي البرة، يقوم اللي يبقى ناحية فم الحمام الكبير او الاهالي، يلاقي ده اقرب له ان هو يبقى اقرب له ان هو ياكله. ده الحل الرابع. وبكده نكون خلصنا موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.